ولنقاش ملف اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية الخبير بالمعارف المقدسية دكتور محمود الشجراوي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. بعد اقتحام أكثر من 800 مستوطن صهيوني لباحات المسجد الأقصى وبحماية شرطة الاحتلال، كيف يمكن قراءة هذا الاقتحام وما مدى خطورته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة أن اقتحامات الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك باتت كأنها يومية، والعدو الصهيوني يسعى لإقرار وتثبيت التقسيم الزماني والمكاني في داخل المسجد الأقصى المبارك. وفي العام الماضي في يوم 11/8/2019 دخل المستوطنون فعلا إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، والساحات هي جزء من المسجد الأقصى المبارك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحدثت تلك المصادمات. وفي هذا العام يأتي عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة متزامنا مع ذكرى خراب الهيكل، هذا الهيكل المزعوم الذي لم يكن يوما له وجود في منطقة القدس الشريف. يصر الصهاينة على تثبيت المقدس التوراتي والمقدس التلمودي باقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في هذين اليومين. فبالتالي نحن نتوقع يوم غد أيضا أن يكون الاقتحامات موجودة مع وجود المصلين ومع وجود المسلمين في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، ونتوقع أن يكون هناك انتظامات عنيفة بين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وبين المقتحمين المدنسين للمسجد الأقصى المبارك. والغريب اليوم ما يحدث أن كل هذه الاقتحامات لا نرى ردة فعل من الشعوب، ولا نرى ردة فعل حتى من العلماء، ولا نرى ردة فعل مناسبة من الأوقاف الأردنية أيضا. هذا الاقتحام كما تفضلتم تزامن مع يوم عرفة وكذلك عيد الأضحى، وهي اقتحامات متكررة. ما هي السبب الذي برأيكم الذي تكثف من خلاله قوات الاحتلال لهذه الاقتحامات مؤخرا؟ طبعا أختي الكريمة، الذي يدعو لهذه الاقتحامات هي منظمات الهيكل، وهي قرابة 25 منظمة كلها تزعم أنهم يعني يعملون لإعادة بناء هيكل سليمان الذي لم يكن يوما موجودا. فسليمان كان نبيا مسلما، وإن كان قد بنى شيئا لله فقد بنى مسجدا. الآن هؤلاء الآن أطلقوا مبادرة وحملة كبيرة جدا اسمها جبل المعبد بأيدينا. واليوم أثناء اقتحامات المسلمين في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك قام بعض التصرفات غريبة. كثير من المستوطنين كان ينبطح ويتلو صلوات تلمودية وتوراتية محرقة في داخل المسجد الأقصى المبارك، يزعمون أن هذه الصلوات فيها دعوات لإعادة بناء الهيكل من جديد. هذه المنظمات هي عبارة عن منظمات إرهابية تدعو لقتل الفلسطينيين، وتدعو لترانسفير إخراج الشعب الفلسطيني من القدس المقدسة، وجعل المدينة خالصة لليهود، وبالتالي هدم المسجد الأقصى المبارك وإعادة بناء الهيكل الثالث الذي أصلاً لم يكن هناك هيكل لا أول ولا ثاني كما أثبت كثير من الخطب. في هذا السياق وفي إطار محاولات تغيير ملامح وهوية مدينة القدس المحتلة، ووفقا لشهود عيان فإن مئات المستوطنين احتشدوا ومنذ ساعات الصباح بانتظار فتح باب المغاربة لاقتحام باحات الأقصى، لماذا لم تتدخل قوات الاحتلال نظرا لمسؤوليتها الدولية لمنع هذا الاقتحام، بل ساهمت في مرافقة هؤلاء المستوطنين للداخل؟ أختي الكريمة، هؤلاء المقتحمين إحنا يعني لا نتخيل أنهم خارجين عن القانون الإسرائيلي الذي طبعا يحابي المستوطنين ويجعل قدومهم يعني شرعي وقانوني بين قوسين بالقانون الإسرائيلي. هؤلاء يأتون بعلم الشرطة الإسرائيلية وهم يقوموا بحراستهم ويفتحوا لهم الأبواب ويفرغوا لهم المسجد فيما يسمى بالتقسيم الزماني، وأصبح هذا الأمر يكاد يصبح واقعا في المسجد الأقصى المبارك. أنا أحب أن أرجع بالمشاهد إلى عام 2000 حين أراد
الهالك شارون أن يدخل المسجد الأقصى، قامت الانتفاضة الثانية، لكن يبدو أن التطبيع هو الذي أدى بشعوبنا أن يصبح خبر دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى المبارك خبرا يكاد يكون عاديا وطبيعيا. الشرطة الإسرائيلية متعاونة، وهي طبعا تسهل دخول المستوطنين، وهؤلاء المستوطنين الخطورة الآن تكمن في أن تقريبا نصف المقتحمين ليسوا شيوخا ولا كهولا، إنما طلاب المعاهد الدينية اليهودية يأتون بهم ليقدموا لهم شروحا توراتية وشروحا تلمودية، ليقوموا هؤلاء لاحقا بتدريس طلاب المدارس عن أن هذا المكان هو جبل الهيكل، وأنه لا بد من هدم الأقصى المبارك لإقامة هيكلهم المزعوم. في الوقت الذي أدانت فيه الكثير من الشعوب العربية والإسلامية هذه الاقتحامات، لم تحرك الدول العربية والإسلامية ساكنا. كيف يفسر هذا التباين بين المستويات الشعبية والرسمية؟ أختي الكريمة، لعل بعض الأنظمة العربية يتساوق الآن مع ما يسمى بصفقة القرن، لا يجرؤوا أن يعلنوا معارضتهم لمثل هذه الخطوات، لكن الشعوب العربية مخلصة لقضية فلسطين، ومخلصة لقضية القدس المباركة، ومخلصة لمسار النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أنا أظن أن هذه الأنظمة لو قامت الشعوب وأعلنت رفضها لما تقوم به هذه الحكومات، ولصمت الصمت المطبق على هذه الحكومات، لعل هذه الحكومات أن تتحرك ليس إخلاصا ولا حبا في المسجد الأقصى، ولكن مساوقة لتحرك الشارع. لذلك أنا دعيني أستفيد من منبركم المبارك هذا، وأدعو علماء الأمة أن يكون لهم دور في تثقيف الشارع بما يحدث في المسجد الأقصى المبارك وما سيحدث، لأن غدا والأسبوع القادم سيكون أحد أخطر الأسابيع التي مرت على المسجد الأقصى المبارك، لأن الصهاينة الآن يدخلون في كل يوم إلى المسجد الأقصى المبارك ويحرصون على تثبيت المقدس التوراتي والتلمودي. دعيني أرجع أنا وياك بس بالذاكرة، حين أغلق المسجد الأقصى 69 يوم في جائحة الكورونا، حرصت الشرطة الإسرائيلية أن تدخل المقتحمين إلى المسجد الأقصى في نفس اليوم الذي فتح فيه للمصلين المسلمين، بعد أن قاموا بصلاة الفجر سمحت بدخول المستوطنين وأخرجت المصلين المسلمين من المسجد الأقصى المبارك. شكرا جزيلا لكم دكتور محمود شجراوي الخبير بالمعارف المقدسية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مدينة إسطنبول التركية.